يسعد صباحكم وأطيب تحياتنا لكل المشاهدين اللي وعيوا بكير وانضموا إلنا هلأ حتى يتابعوا عدد جديد من MTV Alive. مش كل الناس بتحب توعى بكير، وأنا بعترف أنه مش من هالناس، ولكن بعرف أنه الوعي بكير إلى حسناتها. أولاً نهارنا بيكون أطول، فبالتالي بنقدر نحقق إشياء أكثر خلال النهار، وإذا وعينا بكير بنقدر نتجنب عجقة السير اللي أصبحت اليوم رفيقتنا بكل المناسبات بكل الأيام وبكل الأوقات، لدرجة أنه بطلنا نعرف أي متى الوقت المناسب حتى ننطلق من البيت حتى ما نعلق بعجقة السير. صباح الخير فادي. صباح النور. ما بعرف إذا أنت بتعيش هالحالة، ولكن هذه حالة معظم اللبنانيين اليوم. مبدئيا هلا أنا مثل ما كل مرة بنسأل، أنا بعكس السير بجي، وأنا كمان، بس إنه في مرات صحيح مثلا يوم أنا انطلقت من بيتي ببرازيليا بعبدا، في كم يوم مقلوب على تاني ميل من الأوتوستراد، نص ساعة بمسافة يمكن بتاخد 30 ثانية بالأيام العادية، هيدي غير متوقعة، يعني ما بعرف شو لازم نعمل، ننطلق من البيت قبل ساعة قبل ساعتين. مثل ما أنت قلتي في نقاط مرات بتعجق بدون سبب، يعني ما بنعرف ليه. صحيح، قبل بالنهار بيكون مسهل حسب الأيام، يعني لو فينا نتحضر أو بنعرف قبل بوقت نتحضر نفسيا وننطلق من البيت قبل بوقت حتى نكون على الوقت بمواعيدنا. بيسألوني الناس كيف بتحافظي على رشاقتك، بقول لهم من خلال السواقة على الطرقات اللبنانية تحرق كالوريز. ما تتعجبوا، لأنه عن جد بدوب قد ما بنقهر بدوب من اللياقة والذوق والاحترام لقوانين السير. في عدة أنواع من الأشخاص فادي بنلتقى فيهم على الطرقات. أولا الأشخاص اللي لما بتوقف على إشارة حمراء بزمروا لك وكأنه أنت عم تعمل شيء غلط، زيح أنه ليش واقف. في أشخاص ما بيعرفوا شو يعني الزيح البيض، الزيح الأبيض، يعني مش تسوقوا على الزيح، تسوقوا بين الزيحين. هيدي كمان ثقافة جديدة من يومين، نفس الخبرية ثقافة جديدة لازم نتعلمها، لأنه بياخذوا اثنين لينز لإلهم. والإشارة بس ضوي إشارة بدك تقطعي، تحط الإشارة اللي عنده الذوق واللياقة والاحترام حتى يحط إشارة إذا بده ينتقل للين الشمال أو اليمين. لما بشوفك الشخص اللي حدك مش بيكون لايق وبمرقك، لا بيسرع حتى ما يمرق، وفي حال هو كان وراك وبده يقطع عنك بيطحش عليك بضوي ضوء الأحمر بوجهك حتى تبطل تقشع قدامك. ما بعرف شو عم بيصير على الطرقات اللبنانية، ولكن أنا أكيد أنه الطريقة اللي منسوق فيها على الطرقات هي أهم دليل على نوعية أخلاقنا. وبنا يعطوا أي شخص رخصة أو دفتر سواقة لازم يخضع أو يلزموه بدروس باللياقة والاحترام على الطرقات اللبنانية. 100% أنا معك، أنا بأيد هذه أول شغلي، لأنه مثل ما كلنا نعرف أنه هي سواقة أخلاق. صحيح. شو تخبرنا عن تكنولوجي اليوم؟ تكنولوجي اليوم عندي ايتمز عن فينا نقول health and well-being، تو ايتمز كتير منيح كتير مهمين، وواحد منهم مختص للنساء بالتحديد. حلو. بيتعلق بالبشرة وبشرة الوجه. حلو، عناية بالبشرة. صح. تفاصيل أكثر بتكنولوجي اليوم. عنا عدة مواضيع كمان رح تهمكن مشاهدينا بفاملي. بعد شوي رح نحكي عن التعلق الزايد عند البنت لأمها، كيف بتأثر على هالعلاقة وعلى كل أفراد العائلة. بسانتي كمان رح نحكي عن تأثير مرض السكري على النظر والعيون، وكمان مواضيع كتير رح نطرحها خلال هالحلقة، ولكن رح ناخد هلأ بريك قصير نتنفس شوي نعمل شوية يوغا بهالدقيقتين ونرجع لكم على رواق بأبتديت. خليكن معنا. أنا وألبير عم نضحك مشاهدينا، ولكن ألبير مش ناطر، مش عارف شو ناطره بالخبر التالي. رح يصير في زيادة ضرايب، تضحك قد ما بدك. صباح الخير. هاي رولا. صباح النور. كيفك؟ كنا عم نحكي عن العجقة اللي أنت كمان علقت فيها اليوم، كارثة من كل الاتجاهات اليوم بحس. اليوم علقت بـ The Perfect Storm، يعني من حوالي بيتك كان في ثلاث طرقات فيهم أشغال، ماشي الحال طالما الأشغال ماشي. الأشغال ماشي منيح. بنتحمل شوي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يلا حلقة مسلية ومفيدة بضيوفة وبفقرات رح أقدم لكم إياها أنا وألبير. نبدأ مع أول خبر بـ Up-to-Date، شو ناطر اللبنانيين من زيادة ضرائب؟ بين ارتفاع المازوت 200 ليرة وانخفاض البنزين 100 ليرة، وعامل جديد عم ينحكى عنه وهو القرار بزيادة الرسوم 5000 ليرة على أسعار النفط، سمعت بهالخبر؟
بيبقى الضحية هو هو المواطن اللبناني. مين غيره؟ وبيطرح البروفيسور جاسم عجا سؤال حول هالموضوع، مين رح يتجرأ على اتخاذ قرار بزيادة الرسوم 5000 ليرة؟ هالخطوة غير شعبية على الإطلاق، مع العلم أنه الدولة إلى مصلحة بإدخال الضرائب اللي رح تبلغ قيمتها 475 مليار ليرة، ما يعتبر رقم خيالي. وبحديث لموقع الام تي في قال عجاء انه اللبنانيين قادمين على ضرائب رح يكون البنزين المفضل من بينها، مع الاشاره الى انه من المرجح انه ترتفع اسعار النفط على مستويات عاليه، واذا فرضوا رسوم ال 5000 ليره فالبلد رح يشهد زياده بالكلفه على الاقتصاد، بيتبعها نمو اقتصادي اقل، انخفاض القدره الشرائيه للمواطنين، وانخفاض معدل الاستهلاك، يعني كوارث أكثر آتية. وأضاف أنه اللي راح يدفع ثمن هالرسوم بالدرجة الأولى هي أو هو الطبقة الوسطى، الأغنياء نسبتهم ضئيلة معروفة، نسبة كتير قليلة، الطبقة الوسطى راح تقرب نحو الفقر نتيجة هالسياسات السيئة، وطبعا الطبقة الفريقة كمان هي الضحية الأكبر بسبب غلاء الأسعار. وإذا كان ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الرسوم والضرائب رح تكون المسؤولية على عاتق لبنان، أما إذا كانت نتيجة تبدل على مستوى العالم بموضوع آخر، ولكن رح نكون بوضع غير سليم على الجهتين، وشهد على ضرورة الفصل بين النفط العالمي والضرائب والرسوم المحلية الآتي، واللي على الأرجح مش رح نقدر نتجنبها هالمرة. يعني تخفيف الهدر هو أفعال، مش بس حكي حكي حكي، لازم نبلش بمحل. خلينا ننتقل لخبر مهم نسمعه. لعدة أعوام كنا نفكر أنه رواسب البلاستيكية هي بس بتصيب الأسماك بالبحر مثلا، ولكن في دراسات مؤخرا عم بتفرج أنه لا، الإنسان كمان هو ضحية هالرواسب البلاستيكية. عرض بحثون من جامعة فيينا الطبية ووكالة البيئة النمساوية نتائجهم بالأسبوع 26 لأمراض الجهاز الهضمي بأوروبا يلي يعقد بفيينا، حيث قال الفريق أنه هالاكتشاف له أثار بعيدة المدى على صحة الإنسان. أظهرت الأبحاث السابقة على الحيوانات أنه الجزيئات الدقيقة للبلاستيك يمكن أنه تدخل مجرى الدم والجهاز اللمفاوي وحتى الكبد، كما أظهرت الدراسات على الحيوانات. وبأول دراسة من نوعها قام فريق من جامعة فيينا الطبية بتحليل عينات من 8 أشخاص بيعيشوا بثمان بلدان مختلفة، وأظهرت النتائج اليومية أنه تعرضوا كلهم للمواد البلاستيكية عن طريق تغليف الطعام، شرب من الزجاجات البلاستيكية، كله اللي بتخلي رواسب كتير صغيرة من البلاستيك يفوت على سيستام الجسم. بتتراكم بالجسم. وبتتراكم. وأظهر الاختبار إنه جميع الجزيئات موجودة بعينات الخروج، حيث تم العثور على ما يصل إلى 9 أنواع مختلفة من البلاستيك. هلا من جهة تانية حابب أعطي خبر حلو. البرلمان الأوروبي صوت على قانون جديد بينزل كتير من البلاستيكات المسموح فيها بالاتحاد الأوروبي، خاصة البلاستيك اللي يستعمل مرة وبينكب بعدين، مثل الإيربودز، مثل الكبات البلاستيكية إلى آخره. والهدف تبع البرلمان الأوروبي أنه من هلأ لسنة 2021 كل هالبلاستيكات يلي يستعملوا مرة وبينكبوا ينمنعوا كليا، وهيدي شغلة مهمة جدا. حلو، إن شاء الله كمان ينتقل هالقرار لعنا للبنان للحفاظ على بيئتنا اللي عم بتعاني كتير مثل المواطن اللبناني. تايتانيك 2، سمعنا عن مصير التايتانيك 1، هلأ صار في تايتانيك 2 نسخة جديدة عم تستعد للإبحار. بعد أكثر من قرن على غرق تايتانيك الأصلية راح تنطلق نسخة أخرى من السفينة العملاقة عبر المسار ذاته اللي شهد الحادث المأساوي. انطلقت تايتانيك الأصلية إذا بتتذكروا مشاهدينا من إنجلترا إلى الولايات المتحدة برحلة طويلة عبر المحيط الأطلسي، إلا أن غرقت لدى اصطدامة بجبل جليدي يوم 15 نيسان 1912، وهالحادث أدى لمقتل أكثر من 1500 شخص ونجا منه حوالي 700. أما السفينة الجديدة تايتانيك 2 اللي قرب ينتهي بنائها بالصين، فتم تزويدها بتكنولوجيا متطورة ووسائل إنقاذ حديثة، فما كتير تعتلوا هم إذا عم تفكروا بها الرحلة الجديدة. رح تستعد للإبحار بخط السير الأصلي للسفينة اللي غرقت. واستوقف العمل مؤخرا ببناء السفينة الجديدة اللي تتشابه مع نسختها الأصلية إلى حد كبير. ما كتير كتير يعني، أنه حديثة، في تكنولوجيا حديثة، بس أنا بحب النسخة القديمة. يعني تذكر المشاهد من الفيلم كانت رائعة، تصاميمها وهندستها، يعني كأنك ببيت أو بقصر ولكن داخل البحر.
حلو. بعد ما مر المشروع بمشاكل ماديه توقفوا ببنائها لفتره قصيره، تاجل انطلاق الرحله اللي كانت مقرره بعام 2016. تايتانيك 2 اللي كلفت حوالي 500 مليون دولار امريكي صممت لتتحمل تقريبا نفس عدد الاشخاص اللي كانوا على متن السفينه الاولى، الرقم هو 2400 راكب وطاقم مؤلف من 900 شخص كمان. نايس. هل رح يكونوا روز وجاك كمان بالمشوار او بس؟ رح يكون في كثير روز وجاك، لانه هل السفينه وهالرحله بالذات خاصه بعد انتشار الفيلم عالميا يعني حقق اكبر نسبه ارباح بتاريخ السينما، رح يجذب عدد كبير من الكابلز هيك بس من على الصعيد الرومانسي انه يخوضوا هالرحله. من ناحية تانية في خبر من إثيوبيا، حيث تمكن طبيب بمدينة أديس بابا من استخراج نحو 122 مسمار وأدوات حادة غيرهم من معدة شاب أسعف للمستشفى على عجل نتيجة التهامه كمية هائلة من المعادن. بتعليقهم على الحادث الاستثنائي طلعت الخبرية وحسب ما أشار الأطباء أنه هالشاب يعاني من مرض عقلي من فترة طويلة ووقف ياخذ الأدوية تبعيته. بتعرف الناس اللي بيوقفوا أدوية بشكل هيك سريع بيتأثروا كمان، لأنه هالأدوية بتاخذ وقت لواحد يبلشها وبتاخذ وقت لواحد خاصة إذا كان عنده مشاكل نفسية طبعا. فتوقف عن تناول هالأدوية الضرورية وصار في عنده فقد للتوازن، صار عنده تصرفات شوي مأزية، ومن هالتصرفات بلش ياكل كل هالحديد. فمن بعد يعني عملية أخذت فترة كتير طويلة قدروا يستخرجوا مسامير 10 سنتيمتر المسمار، مش مسامير صغيرة، بالإضافة لإبرتين وحتى قطع زجاجية. هلا الشيء المنيح جيد لهالشاب انه ما كثير تاثر، يعني ما كان في اضرار كثير كبيره، شيء ما بيتصدق يعني. بتصور اعضائه الداخليه المعده والمصارين المفروض تكون تخزقت مع لا التجربة. لا قدروا يستخرجوها بدون ما يكون في جروح كثير كبيره، يعني كان في جروح ولكن بيمشي الحال، وخاصه ما صار في تسمم من وراء الحديد والجنزر يلي دخل لجسمه. فالحمد لله على السلامه. شو صاير لك؟ بكون على الان بعجقة سير. هيدي اخبارنا بأب تو ديت. خلينا نشوف صوره اليوم اذا ممكن. صوره اليوم رولا ماخوذه من كفر متى، والطقس رح يكون غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحراره مع تساقط امطار متفرقه. على كل حال بيجوز يكون في رعد وبرق اليوم، فخلينا تشوف اذا هالطقس الشتوي رح يكمل. كثير عم بيصبوها بالطقس يعني، بنفوت على المابس وعلى الوذر مابس ونشوف كل شيء سسبنس بهالبلد حتى الطقس. كل شيء عم بيكون فيه مفاجآت. على كل إن اليوم مفاجآت حلوه بحلقتنا، حلقه غنيه بضيوفها وبفقراتها. رح نتوقف هلا مع اوتوفوكس، نتعرف على مواصفات سياره مميزه ومنكمل حلقتنا اذا الوقت بيسمح لكم تابعوا معنا.